اوائل الناس اللي بدعوا العمليات دي في مصر، اه وهو على فكره استاذ لناس كتير جدا، دكاتره يمكن طلعوا من تحت ايده، بس دكاتره عندهم ضمير عنده وشاطرين. الضمير. اه فهو شايف بقى نفسه ان هو يعني حد وهي عبقري. يعني حد يعمل كده في الناس، يعملهم المعاملة دي؟ طيب انا على فكره احنا حاولنا نتواصل مع نقابه الاطباء، وكلمنا دكتوره منى مينا الامين العام لنقابه الاطباء، قالت لنا كلموا حد ممكن يكون يفيدنا اكتر، الدكتور رشوان برضو من نقابه الاطباء، الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابه الاطباء ومقر اللجنه التاديبيه بالنقابه. وللاسف الشديد جدا هو رفض ان هو يخش معانا مداخله، وقال لنا انتوا اصلا ليه بتتكلموا في الموضوع ده؟ هو الاعلام ماله ومال الموضوع ده؟ حضرتك طب امال مين اللي ماله؟ يعني انتوا نقابه الاطباء مش عايزين تتكلموا، وزاره الصحه مش موجوده، طب الاعلام مش من دورنا ان احنا نفجر لو شفنا قضيه وشفنا ان في ارواح بتموت، مش دور الاعلام ان هو يقوم بالموضوع ده حضرتك، ولا شايف ايه؟ لا احنا لينا دخل حضرتك ان احنا نتكلم فيه، لما نشوف ان في حاجه غير طبيعيه بتحصل، نشوف ان في ارواح بتموت، اكيد لازم من حقنا ان احنا نطلع نتكلم، احنا ولا قلنا اسم الدكتور ولا قلنا اي حاجه خارجه، احنا بننور قضيه وبننور عنوان للناس انها تشوفه، وبتخلي يعني الناس تاخد بالها، فاظن ان ده من حقنا، ولا حضرتك شايف ايه؟ مش عارفه.